السلام عليكم ورحمة الله. حي المسيرة ما عمري صورت لكم هنا هذاك السوق العشوائي اللي كيكون. المهم هو هذا السوق غتشوفوا غير الآثار ديال الجريمة ديال هذاك السوق العشوائي. هنا راه كاينة واحد الحوت، الحوت هنا لا تطاق، ها هي هي هادي. هذا هو السوق اللي كاين هنا حدا الجامع ديال العتيبة، هذا هو الجامع ديال العتيبة. من هنا غنمشيو لسيدي يوسف باش تشوفوا سيدي يوسف حتى هو. حتى المسيرة حتى هو من برا كيبان مزيان، ولكن الداخل ديالو حتى هو فيه لي بروبليم. الساعة تشير إلى 3:22 بالضبط، باقي 23، باقي تقريبا 37 على بداية المقابلة الهامة والمصيرية والتي ستجمع فريق وداد الأمة، وداد البيضاوي ممثل كرة القدم المغربية بفريق الترجي التونسي قوي في ميدانه وخارج ميدانه. هذا اللقاء هذا في إطار أفريكان ليج. عدد الفرق المشاركة في هذا الأفريكان ليغ هو ولا لا ليغ أفريكان دو فوتبول هو 8 الفرق. بقاو منا دابا 4 الفرق، بقات الوداد إن شاء الله انتصر اليوم، بقى المنافس ديالها الترجي التونسي، بقى النادي المصري العريق النادي الأهلي، بقى نادي جنوب أفريقي جنوب أفريقيا ماميلودي سانداونز صاحب الفكرة ديال الإنشاء ديال هذا الليغ افريكان هو جياني انفانتينو. نحن دابا وصلنا لواحد البؤره ديال التوتر هنا. نتمنوا ان السلطات تلقاو لهاد الناس هادو حل. حنا ماشي ضدهم، فاش كنهضروا على هاد الفراشه هادو ماشي ضدهم كاريمو، ولكن خصهم يتنظموا في واحد السوق حتى هما يبداو يخلصوا الضرائب، لان هادشي دابا عشوائي فهمتي. ها انتم دابا كلشي دابا غيبان لكم هنا بالواضح، زعما راه الصوره غنيه عن التعليق. نصوم لو 1 نوفمبر 2023. دابا راه واحد الحاجه اللي بقات لهم هاد الفراشه هادو هو يسدو الشانطي، مع العلم ان هنا بالقرب ديال هنا راه غادي يدوز داك البي اشينيس، مع العلم ان المغرب غادي يحتضن كاس العالم 2030 هادشي لا بقينا حيين، مع العلم ان اكادير غادي تنظم كاس افريقيا 2025 ومرشحه ماشي بقوه ولكن مرشحه انها تنظم من المدن المنظمه لكاس العالم 2030. مبروك بعدا المملكه العربيه السعوديه اللي كان متوقع بزاف، انا كنت كنتوقع علاش، لان عارف المملكه العربيه السعوديه والقوه ديالها الماليه. انتم شوفوا معايا هنا، شوفوا شحال ديال الفراشه هنا باش ما تقولوش زعما راه كنكذبوا عليكم.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية كان متوقعا فوزها ضد كأس العالم 2034، لأنها قوة اقتصادية كبيرة، واللي خصكم تعرفوا بأن المملكة العربية السعودية راه أكبر منتج ومصدر النفط، وعندهم جو بونس حتى الغاز الطبيعي. اسمح لينا وبين قوسين هذاك اش كيقول لي هذاك الصندوق ديال الاستثمارات العامه اللي كيتسمى بلونغري بابليك انفستمنت فاند، اللي الرئيس ديالو هو الملك الحقيقي اللي هو محمد بن سلمان، راه راس المال ديالو هو 776 مليار دولار. 776 مليار دولار الآن. أنا دست لكم هنا في هذا الباركينج هذا اللي كيعرفوا فيه سوق الحد. مرة باقي كيتخلصوا هنا، بعدا 100% يكونوا كيتخلصوا على الماي المطر. دابا كل واحد دابا عارف على قنت، هنا فهمتي، كل واحد دار كيعرف على قنت. سنشوف هادو واش كيخلصوا ولا لا. والله الا كيخلصوا برا ياك ما بغيت تخلص. بسم الله قال لي بسم الله. ها هو بعدا ما كيفرجش، عرفتي كيحرك في الجيب ديالو وعندو الفلوس تما. وليدي والله الا عنده الفلوس، لان ماشي هو اللي مسؤول، انا راه ما كنحملش باقي المسؤوليه للسلطات. السلطات مع البوليس وداك الشيء ما غيبقاوش يتسوقوا على هادشي. علاش؟ انهم عندهم مسائل اخرين، الناس اللي كيخلصوا هما اللي مسؤولين. المهم ها انتم جبتوا معنا دوره هنا، وريناكم سوق الحد، ورينا لكم شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في حلقه مقبله بحول الله.